رؤية ليلة القدر يسأل عنها الكثير من الناس، وبعضهم ربما يرى ليلة القدر في المنام في رمضان، وربما يرى بعض الناس ليلة القدر في غير رمضان أو بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، وسوف نوضح ذلك من خلال رؤية ليلة القدر في منام المرأة المتزوجة، حيث تعني ليلة القدر في المنام للمرأة المتزوجة على الراحة والطمأنينة. وعندما ترى المرأة المتزوجة أنها تصلي مع زوجها في ليلة القدر في المنام، فهذا يدل على تعاونهما على البر والتقوى. وكذلك رؤية الذكر والاستغفار في ليلة القدر في منام المرأة المتزوجة تدل على نيل المغفرة. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقرأ القرآن في ليلة القدر في المنام تدل على العلو في المنزلة. وتدل رؤية التحير بليلة القدر في المنام للمتزوجة على ضعف إيمانها. وإذا رأت المرأة المتزوجة قدوم ليلة القدر في غير رمضان في المنام، فهذا يدل على الانشغال عن الطاعة والعبادة. وتعبر رؤية النور في ليلة القدر في المنام للمرأة المتزوجة على الإرشاد إلى الصلاح. أما إذا رأت المرأة المتزوجة شمس صباح ليلة القدر في حلمها، فهذا يدل على ذهاب همومها ومشاكلها. أما عن رؤية الدعاء والبكاء في ليلة القدر في المنام للمتزوجة، تدل على الاستجابة وبلوغ المراد. وعلى العكس من ذلك تدل رؤية فوات ليلة القدر في الحلم للمتزوجة على الخسارة والحزن.